بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 88. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيك. يقول السائل أبو إبراهيم، أرجو أن تفسر سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، هذه السورة يقول الله فيها لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر نهر في الجنة، ماء أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، وهو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، يصب في حوضه صلى الله عليه وسلم، تشرب منه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويسقيهم صلى الله عليه وسلم بيده. فهو نهر عظيم وهو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال له فصلي، هذا من قبيل الشكر لله عز وجل، فالنعم تقابل بالشكر. فصلي لربك، صلي لربك، هذا فيه الإخلاص والصلاة وغيرها. وانحر يعني الذبح على وجه التقرب، ذبح الأضحية، ذبح العقيقة، الذبح عبادة لله عز وجل بنية التصدق بلحمه، الذبح في يعني أيام عيد الأضحى، وذبح المناسبات الشرعية، الذبح لله عز وجل هو قرين الصلاة. فكما أنه لا يصلي لغير الله، كذلك لا يذبح لغير الله. صلي لربك وانحر، إن صلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا يجوز الذبح للقبور ولا الذبح للأولياء والصالحين على وجه التقرب إليهم، والأموات لا يجوز الذبح لهم تقربا إليهم وتعظيما لهم. الذبح إنما هو لله عز وجل. صلي لربك لا لغيره، وانحر له أي لا لغيره. نعم. يقول هذا السائل: شيء ورد حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مكة أحب إلي من البلدان، ولو أن قومي طردوني لما خرجت منها. لا، الحديث ليس بهذا اللفظ. لما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجه قومه مهاجرا إلى المدينة، وقف بالحزورة وقال: والله لأنت أحب البقاع إلي. التفت إلى مكة وقال: والله لأنت أحب البقاع إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. نعم. يقول الشيخ: أسأل عن حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله إحداها بالتراب. نعم، الحديث صحيح البخاري وغيره، ويجمع بين غسل بالماء 7 مرات، لأن نجاسة مغلظة، نجاسة الكلب نجاسة مغلظة. يغسل الإناء 7 مرات إذا ولغ فيه الكلب، ويجعل إحداها بالتراب، يجمع بين الطهورين الماء والتراب لغلظة النجاسة. نعم. يقول: ما سبب نزول سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا؟ صلح الحديبية، لما أراد العمرة صلى الله عليه وسلم ومنعه المشركون، فجرى الصلح بينه وبينهم على أن يرجع هذا العام ويعتمر من العام القادم، ووضعت الحرب أوزارها بسبب ذلك بين الرسول وبين كفار قريش، وصار من يريد الهجرة يهاجر ولا يتعرض له أحد، فحصل بذلك فتح من الله للمسلمين. نعم. فضيلة الشيخ، لي أخت، تقول السائلة: رزقت بطفل بعد 20 سنة، وعندها شيء من الخوف غير طبيعي، ورزقت بطفل ولكنها تضع مصحف حول الطفل لحمايته من العين والجن وكذلك الناس. لا، هذا لا يجوز، هو من اتخاذ الحروز، ولكن عليها أن تدعو له وأن تورد عليه الورد الشرعي صباحا ومساء،
والله جل وعلا قريب مجيب، تدعو له بالصلاح والسلامة. نعم. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول: تجادلت أنا وصديق لي من بلد آخر حول ضابط البدعة، فما البدعة في الإسلام؟ وهل هي مخرجة من الملة؟ وما قول العلماء فيها؟ البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، يعني في الشريعة، ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، لا يقبل. وإن حسنت نية صاحبه يريد به الخير فهو شر، قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدع لا خير فيها، ولا تجتمع هي والسنة أبدا. فعلى المسلم أن يتحرى السنة وأن يجتنب البدع في قوله وعمله. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول عن صحة حديث إن الله خلق آدم على صورته. نعم، الحديث صحيح، الله خلق آدم على صورته، صورة الرحمن، كما في رواية أخرى على صورة الرحمن، بمعنى أنه سميع بصير، له وجه وله يدان وله، لكن صورة المخلوق تخصه، وصورة الله جل وعلا خاصة به. نعم. فضيلة الشيخ يقول: هل الإيمان يكون ثابت أو يزداد؟ وما أبرز الأعمال الصالحة التي تزيد من الإيمان؟ الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. القرآن يزيد في الإيمان تلاوته والعمل به، لأنه كتاب الله. نعم. يقول في الآية الكريمة: ادعوني أستجب لكم، أصبت بضائقة كدرت علي صفوي وأخذت بالدعاء لمدة شهر فلم تنفرج هذه الأزمة، فهل هناك أسباب في عدم إجابة الدعاء؟ نعم، هناك موانع للدعاء، إما أن يدعو وهو غافل عن معنى الدعاء بل بلسانه فقط، دعاء لا يستجاب من قلب غافل لاه كما في الحديث، وإما أنه يأكل الحرام أو يتغذى بالحرام، فإن أكل الحرام يمنع قبول الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: فالرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وقد تتأخر الإجابة مع عدم موانعها، لأن الله يريد لهذا العبد أن يكثر من الدعاء، والدعاء عبادة، كل ما كثر فهو زيادة عبادة لله سبحانه وتعالى يثاب عليه. وقد تكون مصلحة الداعي تأخير الإجابة، هناك حكم عظيمة في تأخير الدعاء، فلا ييأس المسلم بل يدعو ربه ويكثر من الدعاء ويلح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يا شيخ، ما مفهوم التوكل؟ وهل اتخاذ الأسباب ينافي التوكل؟ التوكل هو الاعتماد على الله سبحانه، تفويض الأمور إليه مع اتخاذ الأسباب، فلا يكفي التوكل ولا يكفي اتخاذ الأسباب، بل لا بد من الجمع بينهما، يتوكل على الله ويأخذ الأسباب. الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، وكان يتخذ الأسباب، يلبس الدروع ويأكل ويشرب ويلبس الثياب المدفئة له، يتخذ الأسباب، يحمل السلاح، يلبس المغفر على رأسه، يتخذ عليه الصلاة والسلام الأسباب مع توكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل: أبو علي، والدي تعدى 80 من عمره، وكان ولله الحمد من المحافظين على الصلوات، ولكنه في السنوات الأخيرة من جهة الصلاة لا يدرك شيخ، ونحن ننبهه بذلك عن وقت الصلاة، فبعض الصلوات لا يلقي لنا بالا، فما موقفنا منه؟ نبهوه، إذا نبهتموه على ذلك وكان هو كبيرا وعنده عجز أو عدم انتباه فهو معذور، لكن أنتم نبهوه داوموا
على تنبيهه. نعم. يقول: ماذا على الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه من حيث الصيام شيخ؟ على الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام والمريض المزمن الذي لا يرجى له شفاء ولا يستطيع الصيام يطعم عنه عن كل يوم مسكين بمقدار كيلو نصف من الطعام. نعم. أبو سالم له سؤال عن الصيام شيخ، يقول: من نوى الصيام ليلا وهو مقيم ثم أنشأ سفرا نهارا بعدما أصبح صائما، هل يجوز له الفطر؟ يجوز له الفطر، ولكن قوله يكمل هذا اليوم الذي بدأ الصيام وهو لم يسافر ثم سافر في أثناء النهار، الأفضل له والأحوط له أن يكمل هذا اليوم. نعم. أخيرا يقول يا شيخ: بالنسبة لي وأنا سائق شاحنة أتردد على الدمام، جدة، الرياض، من جهة الصيام طول الشهر، ما حكم السائق الذي يسافر طول الشهر؟ يجعل له وقتا يصوم فيه من السنة ولا بأس أن يفطر ولو كان يتردد، هو أولى بالرخصة من الذي لا يتردد، ولكن إذا لم يبقى على رمضان إلا قدر الأيام التي عليه فإنه يصوم ولا يدخل عليه رمضان الجديد وعليه صيام من الشهر الماضي. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وما معناه وما مناسبته: الثلث والثلث كثير. هذا في الوصية، الله جل وعلا شرع الوصية بالمال، استحب للمسلم أن يوصي من ماله بشيء ينفعه بعد وفاته بحدود الثلث فأقل، ثلث كثير، كونه يخفض عن الثلث أحسن. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل يا شيخ: أنا رجل كبير في السن وأبكر لصلاة الفجر، وبعد الأذان أصلي أكثر من ركعة، ركعتين تحية المسجد وركعتين سنة الفجر. إذا طلع الفجر فلا صلاة نافلة إلا راتبة الفجر، راتبة الفجر لا يصلي معها نوافل أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل يا فضيلة الشيخ عن القول الراجح في طواف الوداع في العمرة، فأنا كثيرا ما أسافر في الأسبوع، أذهب إلى مكة للعمل ولشغل مرتين في الأسبوع، فطواف الوداع للعمرة هل هو وارد؟ الراجح أن العمرة لا طواف لها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر المعتمرين بالطواف للعمرة، وإنما أمر الحجاج، فقال للحجاج: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وطواف الوداع خاص بالحج. نعم. يقول: لماذا لم تقرأ سورة البسملة في سورة التوبة يا شيخ؟ إلا لأنها مكملة لسورة الأنفال، وقيل لأنها لم تنزل، هذا هو الوجه الصحيح، هذا هو الجواب الصحيح، أنها لم تنزل قبلها، كان العادة أن البسملة تنزل قبل السورة ولم تنزل قبل سورة التوبة، لذلك لم يكتبوها قبلها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم، هل يستدير المؤذن ويلتفت أم يظل على القبلة؟ يظل على القبلة ولا يلتفت. نعم، يلتفت عند الحيعلتين يمينا وشمالا وهو ثابت، لا يستدير ببدنه، إنما يلتفت وهو ثابت متجه للقبلة. نعم. هذا يسأل وهو يدرس في الخارج فضيلة الشيخ بالنسبة لجمع وقصر الصلوات، يقول: أنا الآن لي سنتين وبقي سنة، فهل أجمع وأقصر الصلاة بكوني مسافر وسأرجع إلى بلدي أم ماذا أعمل؟ لا يا أخي، انقطع السفر بإقامتك التي تزيد على 4 أيام، فإذا أراد المسافر إقامة تزيد على 4 أيام فإن السفر ينقطع بهذه الإقامة، وعليه أن يصلي الصلاة التامة وأن يصوم في رمضان. نعم. سؤاله الأخير يقول: أرجو عرضه على الشيخ صالح، مواقيت الصلاة هل هي ثابتة أم تتغير حسب الصيف والشتاء في الساعات؟ نعم، تتغير في الصيف والشتاء بالنسبة لطول الليل وقصر النهار والعكس، فهي تتغير. نعم. هذه سائلة تقول: زوجي يعمل في إحدى المؤسسات المالية وتحول له بعض المعاملات ويقوم بإنجازها بطرق شرعية وغير شرعية، وبعد إنجازها ببضعة أشهر يفاجأ بتقديم هدايا ثمينة، بعضها تكون من الشوكولاتة أو من المال، فما الحكم في ذلك؟ لا يجوز إعطاء العمال والموظفين شيئا على إنجاز أعمالهم الوظيفية، هذا يكون من الرشوة، لعن الله الراشية والمرتشية، وهي سحت.
حرام فلا يقبلها. نعم. فضيلة الشيخ، ورد حديث من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هل ورد هذا الحديث؟ إيه نعم، هذا ورد الحديث الصحيح، من قام مع الإمام، هذا في رمضان. نعم. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول اقترض شخص مبلغ من المال على أن يسدد ذلك في وقت محدود ومعلوم، وعلمت بأنه معسر، فهل لي أن أذكره بوقت السداد إذا حال، أو أن تذكيري له يخالف وجوب إنذار المعسر؟ القرض لا يؤجل، القرض حال ولو أجله، القرض الحسن. ولك أن تطلب المدين إذا علمت أنه موسر، لك أن تطالب أن تطلبه بالسداد، أما إذا كان معسرا فلا تطالبه حتى يجد، قوله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، وأن تصدقوا يعني تلغوا عنه الدين، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. شكر الله لكم الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. يتجدد اللقاء إن شاء الله في هذا البرنامج، مع شكري وتقديري للزملاء الذين قاموا بتسجيل هذه الحلقة وإعدادها، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عبد الله المواش من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.